السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في أواخر العام 2016 كانت آخر عملية لصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، أي قبل عامين من الآن. بعد ذلك غاب الراتب ولم يكن ليظهر إلا بشكل متقطع ولأشهر معدودة، ثم اختفت الرواتب من قاموس الموظفين والحكومة على حد سواء. قرابة 1.5 مليون موظف في قطاع الدولة لم يستلموا رواتبهم منذ عامين، عانوا طيلة أيامها شظف العيش وتكبدوا مرارة الحرمان، بعيدا عن مبالاة الجهات المعنية من جميع الأطراف. كانت الحجج والمبررات من قبل الأطراف كثيرة، ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين كانت الذرائع حاضرة تحت مسمى الصمود ومواجهة حصار دول العدوان، بينما كانت ملايين الدولارات تذهب شهريا من قبل الميليشيا الحوثية إلى عناصرها في الجبهات تحت مسمى المجهود الحربي، وكل ذلك على حساب الموظفين في القطاع الحكومي. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فقد كانت الحجج تندرج